المتتبع لمهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية بدوراته السابقة يجد فيه حاضنة للإبداع والثقافة العربية بجميع صنوفها، وهذا صار واضحا ومميزا أكثر في نسخته هذا العام. فتنوع الحضور بألوانهم ولغاتهم وجغرافيتهم جعلنا ندرك بأن بابل أرض جذب للثقافة والفن منذ القدم وإلى الآن. ليس غريبا على العراق وأهل العراق أنه يحتفوا بالمشهد الثقافي العربي. مهرجان بابل أنا أتابعه من سنوات كمتابع، هذه السنة تشرفت أني موجود فيه كمخرج سينمائي. هنا نلتقي بعدد من الشعراء العرب، بعدد من الشعراء المغتربين العراقيين، بالفنانين، اطلعنا على نتاجاتهم، التقينا بكل ما يخصهم من يعني رحلاتهم الجميلة التي تحدثوا عنها. تنوع العروض الفنية والثقافية واستعراض الجلسات والتعرف على تجارب الآخر جعل المثقف العراقي يطلع على تلك التجارب ويمتزج معها، الأمر الذي يخلق تلاقحا إيجابيا بين الدول العربية، لا سيما وهي تجتمع تحت شعار فلسطين وغزة الذي حمله المهرجان. هو ملتقى للثقافات العربية والعالمية، هو ما اختص بعروض عراقية بحتة، هناك عروض عربية، هناك عروض أجنبية، هناك شعراء ومثقفين وعرب وأجانب، اطلعنا على التجارب. هذا مهرجان يعني للكثير، والحقيقة أيضا مهم جدا بالنسبة للاختلاط والاطلاع على تجارب الآخرين من مبدعين آخرين عرب، فرصة للتعارف، فرصة للقاء، فرصة لتبادل الآراء والخبرات. عام بعد عام ومهرجان بابل للثقافات والفنون يتجذر في عمق حضارة هذه الأرض التي استعادت مجد ثقافتها بعد آلاف السنين. لبرنامج صباح الخير يا عراق، حسن الربيعي، بابل.